بعد 5 سنوات من الحرب، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه البلاد؟ غياب المشروع السياسي للدولة اليمنية أو النخب المثقفة؟ ماذا عن المشروع الفبرايري؟ هل هو خطوة أولى لإنضاج المرحلة؟ أهلا بكم. يبدو اليمن بلدا خاليا من الأصدقاء والحلفاء، ندرك ذلك ونحن نتأمل ما فعله جيران هذا البلد به تحت لافتة التحالف، ومع ذلك لا تجد الشرعية حرجا بعد أن تركت الشعب يواجه الانقسامات والتشظيات والأطماع دون حماية، وذهبت لتنصاع لقرار هذه العداوات بما فيها قرار الحلول العسكرية، تاركة البلد رهينة في قبضة ميليشيا وفي مزاج نخبة كسولة ما دون الوطنية. لماذا الحوثي اليوم يحقق إنجازات عسكرية؟ ولماذا تخفق الشرعية بعد الإعداد لمعركة منذ 5 سنوات؟ لماذا تراجع الحديث عن تحرير صنعاء إلى الحديث عن حماية مأرب؟ وهل هذه المرة أحالنا الحديث إلى مراجعة مفهوم الجمهورية؟ وفي أي صيغة يمكن قراءتها؟ بعد 5 أعوام من الحرب، يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في حرب تبدو بلا أفق، أو هكذا يراد لها من قبل أطراف مختلفة. ترتفع الأصوات مطالبة الشرعية بمكاشفات لا مجاملات ومعالجات لا مهدئات، فالواقع اليوم لم يعد خافيا على أحد، وفي القلب من كل هذا تبدو الشرعية وقد أصبحت غائبة عن واقعها ومغيبة عن قرارها، بعد أن صارت انعكاسا واضحا لمساوئ الرياض تجاه اليمن. يقول مراقب الأزمة اليمنية إن المعركة مرهونة بحضور القرار السياسي، وأن هذا التشظي غير المسبوق الذي تشهده البلاد لا ينبغي السكوت عنه، لأن مآلاته تخصم من مستقبل كل اليمنيين بما فيهم أولئك المتورطون بهذه اللعبة الخطيرة. شعب بلا قيادة هو شعب بلا إرادة، أو هذا ما يقوله واقع الحال في اليمن، على الرغم من توفر كل مقومات القوة اللازمة للانتصار في معركة وجودية كمعركة اليمنيين مع ميليشيا الحوثي. الشرعية تائهة والجيش ممنوع من تحقيق أي انتصار عسكري ومحروم من السلاح والتمويل، والأحزاب تدور في فلك الخصومات القاتلة على هامش الصراعات والمطامع الخارجية، ليصبح حال البلاد انعكاسا بالغ السوء لكل هذه التشوهات المميتة. ترهلت المعركة وشاهت الآمال بنصر محقق، واتسعت على حساب ذلك خارطة الشتات والنزاعات البينية، وبات لكل جماعة جيشها الخاص وراياتها الخاصة، في حين تجد من يقول إن اليمن الآن قد تجاوز اللحظة الفبرايرية، إلا أن هناك طرفاً لا يزال يرى المشهد من منظار الثورة. ليبقى السؤال: ماذا عن الثورة وشبابها؟ وما الذي يجب عليهم فعله في هذه اللحظة لتجاوز المأزق التاريخي لليمن؟ اليوم لا قرار باستمرار الحرب ولا بوقفها لتصبح حرباً من طرف واحد، تتوسع كل يوم على حساب آمال اليمنيين ومستقبلهم، فيما يعيش الشعب مرحلة أشد مرارة من أي وقت مضى بعد أن تعددت أسباب موته، بما في ذلك الموت جوعاً، وتلك ميتة العصور البائدة. فكيف أصبح الماضي مستقبلاً لأمة تضم قرابة 30 مليون؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحامي والمحلل السياسي خالد الأنسي، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف. بداية، مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور، أهلا بك. 5 سنوات من فشل معركة الشرعية ضد الانقلاب، برأيك ما هي أهم الأسباب المؤدية لهذا الفشل؟ هل يجوز لنا أن نصف المعركة أنها معركة الشرعية؟ نعتقد أنه في وجهة نظري أننا لا نستطيع أن نصفها أنها معركة الشرعية، لأنه لم تخوض المعركة الشرعية حتى نقول أنها هي الشرعية. هي المعركة حقيقة الأمر نستطيع أن نقول نوع من اللعبة التي تمارس في اليمن منذ أن بدأت المبادرة الخليجية، والتي كان هدف منها إنقاذ النظام السابق، إلى أن تم فيما بعد القيام بدعم ميليشيات الحوثي لكي تصل إلى صنعاء وتنقلب على الشرعية، ثم التظاهر بالوقوف مع الشرعية من أجل احتوائها
والتحكم فيها والتحكم في قرارها السياسي والعسكري. وأنا أعتقد أنه إذا استمرينا نحن في توصيف المعركة أنها معركة الشرعية وأن الفشل تتحملها الشرعية، هذا ما يريده من يتلاعبون بالمشهد. من يتحمله إذن؟ هي واضحة، هي هنالك نوع من اللعبة العبثية التي تمارس ما بين الميليشيات الإنقلابية، أو بالأصح الميليشيات المتمردة، لأنه حتى توصيفها بأنه ميليشيات إنقلابية توصيف غير دقيق، لأنها لم تكن جزء من السلطة. ربما كان هذا التوصيف ينضبط بشكل كثير عندما كان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في السلطة وحزب المؤتمر، كان يمكن أن يوصف الإنقلاب في أو التمرد في الشمال بأنه تمرد إنقلابي، لأنه قام به شريك في السلطة. لكن كما حدث مثلا في عدن الآن وكما يخطط له في تعز، هذه سلسلة من التمردات. من وراء هذه التمردات؟ إذا رجعنا إلى المشهد من بداية سنجد أن من وراء هذه التمردات هو التحالف، هي السعودية والإمارات. وأنا أتحدث بشكل مباشر وأقول من البداية هي السعودية، لأن هي أيضا من استجلبت الإمارات المعركة التي ومن سمحت للإمارات أيضا ومن سمحت للإمارات ومن أيضا من دعمت الحوثيين ليصلوا إلى صنعاء، ومن تحافظ على بقاء ميليشيات الحوثي، ومن تصنع ميليشيات أخرى لكي تتمرد. إذن هل نعيش في وهم خلال 5 سنوات أن الشرعية نستطيع أن نقول أننا نعيش في وهم أن الشرعية هي التي تحارب، وإنما في حقيقة الأمر أن الشرعية هي التي تحارب، أن الشرعية هي التي تحاصر، ومن يدعون أنهم يحاربون معها هم من يحاربونها وهم من يحاصرونها. حقيقة الأمر أنا لا أريد أن أحتل مقعد المدافع عن الشرعية، يعني كأشخاص، كشخص الرئيس عبد الرب وادي، وإنما أنا تصوري في الشرعية هي فكرة الدولة، فكرة الدولة اليمنية، بينما تصوري للإنقلاب أنه فكرة الميليشيات، فكرة الملشنة. والصراع في اليمن حقيقة الأمر هو صراع ما بين فكرة الدولة وفكرة الملشنة. السعودية هي لا تريد الدولة، ولذلك رأينا كيف أنها منعت عودة الشرعية إلى عدن، منعت سيطرتها على المناطق التي تخضع عليها، كيف أنها من ساهمت حتى في تشويه هذه الشرعية، وكيف نرى كيف هل هي تعد بريئة مما حدث الآن، مما يحدث من هذا الفشل المحيط، من الوهم الذي نعيشه؟ هل الشرعية بريئة من ذلك؟ لا نستطيع أن نعفي الشرعية كأشخاص، كقيادات، لكن الشرعية كفكرة الدولة هي فكرة الدولة، يعني هي نحن جميعا، لكن كأشخاص لا شك أن هنالك كثير من المسؤوليات، يعني وتتحمل مسؤوليات معينة، لكن أيضا في قناعتي الشخصية أن هذه الشرعية لم تتمكن السعودية والإمارات أن تحصل منها على ما تريد. يعني بمعنى لو كانت هذه الشرعية خائنة وتريد منها يعني وتتمكن السعودية والإمارات من ما تريد، كان سيكون الموقف منها مثل موقف الشرعية من حفتر، من السويسي، من طارق عفاش، من عيدروس، من عيدروس النقيب، لكل هذه التدخلات من الرياض. هي وقبلت بأن تظل في يعني تحت جلباب السعودية ببقائها. هذا السؤال الإجابة عليه مرتهن، هل لديها قدرة أيضا أن تتمرد على السعودية؟ نحن نعرف أن اليمن بلد تحت الوصاية، وكان مشكلتنا مع النظام الذي ثرنا عليه أنه كان لديه فرص تاريخية لكي يخرج اليمن من وصاية وهيمنة السعودية بشكل مباشر، ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما كان يسلم اليمن للسعودية أرض وإنسان وسيادة أكثر من أجل أن يحول اليمن من نظام جمهوري إلى نظام ملكي. علي عبد الله صالح أراد أن يبقى الوضع كما هو عليه لكي يتمكن في الأخير لتحويل النظام، كان يريد أن يصنع في ذاكرة الناس وفي أذهانهم أن سبب تخلفنا وتردينا أننا تحولنا من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، فكان يهيئ الناس لهذا الأمر، ولذلك كان لديه مصلحة أن تبقى اليمن بهذا الاهتزاز وبهذا الضعف، وجاءت له فرص كبيرة لإخراج اليمن من الهيمنة والوصاية. الأمر الآخر، عندما نريد أن نقيم الشرعية حقيقة الأمر لابد نقيمها بالمعايير الوضع الطبيعي. هل هذه الشرعية التي تم الانقلاب والتمرد عليها شرعية جاءت في ظروف طبيعية؟
هل هي فعلا شرعية مكنت من كل مقومات الدولة وسلاح الدولة وأموال الدولة؟ لكنها صمتت أستاذ خالد، قبلت بالدور وصمتت واستجابت لكل الضغوط. إذا كان هناك ضغوط عليها، يعني هناك أموال طائلة تتحدث عنها السعودية أنها أغرقت هذه الشرعية وهي صامتة على العكس، يعني تمدد ولا تبالي. طبعا هذه وجهة نظر، أنه ولا شك أنه هنالك مسؤوليات عليها في هذا الأمر، لكن ربما أنا على سبيل المثال أقرأ المشهد قراءة أخرى. يعني هنالك مواقف لمسؤولين في الشرعية، هذا المسؤولين مقربين من رئيس الدولة يتحدثون بشكل واضح عن العبث السعودي وعن العبث الإماراتي. هنالك خطوات معينة أيضا وصلت بمواقف معينة، منها شكاوى قدمت على سبيل المثل إلى مجلس الأمن بالإمارات من قبل الشرعية. لكن لدينا إشكالية علينا أن نفهمها، أن الشرعية تتحرك وفق معطيات سياسية وليس وفق معطيات ناشط حقوقي، ناشط سياسي أو ناشط ثوري بالأصح، ناشط اجتماعي. لديه هنالك كثير من القيود التي هي مكبلة بها بحكم الواقع، لكن ما وجدناه من مواقف يقول أنها لم تسلم، أنها لم ترتهن. نستطيع أن نقول هذا كله ليس يعني ليس ارتهان، عدم تسليح الجيش حتى هذه اللحظة، قصف الجيش في أكثر من مرة، يعني ألا يعد الصمت في مثل هذه اللحظات الحرجة، يعني تسقط الجوف أمام مرأة ومسمع وقبلها نهم وقبلها حجور وقبلها وقبلها، ألا يعد خيانة؟ ما هي سلمت اليمن بأكملها، والذي سلمت اليمن بأكملها كان واضح أنه من خلال السعودية والإمارات ومن خلال النظام السابق الذي تم الثورة عليه. وأعتقد أنه هنا مقابلة كان الرئيس عبد الرب هادي مع صحيفة عكاظ، وتحدث بشكل واضح عن ما دار بينه وبين الملك عبد الله، من أنه إذا سيطرت ميليشيات الحوثي على عمران أنها بعد ذلك ستدخل إلى صنعاء وتسقط صنعاء. وكان هذا اللقاء بمعنى أن هنالك كان ضغوط، وهذا الضغوط لم تكن فقط ضغوط سعودية، كانت أيضا ضغوط أمريكية التي كانت تتعامل مع ميليشيات الحوثي أنها ستدخل وتطهر اليمن من حزب الإصلاح يعني ومن المراكز الدينية. هنالك السيناريو يتعدى فقط، لكن هي القضية الرئيسية الآن، هل مطلوب من هذه الشرعية فقط أن تسلم؟ كان بكل سهولة ممكن أن يفعل الرئيس عبد الرب هادي مثل ما عمل علي عبد الله صالح. سعودية تريد المهرة، يعطيهم المهرة، تعطيهم سقطرة. يعني الآن أنت تحدثني عن شرعية عمليا غير موجودة على الأرض، هم يتحدثون عن الآن ما شاء الله 95% من المناطق المحررة لا تستطيع الدولة أن تحكم في كيلومتر واحد فيها إذا ما استثنينا مأرب. إذن يعني الآن عمليا البلد مسلمة، لأنها هي من تحارب، هي تحارب من قبل التحالف. وأنا كما قلت من السابق، الشرعية ليست فكرة الأشخاص. ربما أنت تعرفي والمشاهد يعرف أنني من ضمن الأشخاص التي كنت ضد انتخاب الرئيس عبد الرب هادي باعتباره أنه نائب رئيس النظام وأنه رجل عسكري، وكنت من ينادون في 2014 عندما كان هنالك فرصة لتغيير الشرعية ويرفعون شعار هادي غريمي، وكنا نطالب القوى السياسية لأن لديها إمكانية أن تغيره. لكن الآن أن نتحول نحن إلى استهداف الشرعية باعتبارها فكرة الدولة لحساب من؟ طيب اسقاط الشرعية هذه أيضا السؤال. ما تريدها الإمارات، هي ما تريدها السعودية، هي ما تريدها الميليشيات. وضعت هذا السؤال، دعني أنقله لضيفي عبر الهاتف الأستاذ الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي من اسطنبول. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات لك يا أخت آسيا ولضيفك العزيز الأستاذ خالد والمشاهدين. إذن أستاذ محمد، يطرح الأستاذ خالد سؤال يقول إذا كنا نحن نستهدف الشرعية بكل هذا الهجوم، فمن المستفيد برأيك؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ أولا الشرعية، أؤكد على ما قاله الأستاذ خالد، أنها ليست مسألة أشخاص. الشرعية هي رمزية للدولة اليمنية. اليوم يتلاشى حضور الدولة اليمنية في الواقع. الخمس سنوات من عمر هذه الحرب، الشرعية أظهرت قدرا كبيرا من الفشل والعجز في إدارة المعركة وفي أيضا ضبط علاقة اليمن. لكن من وجهة نظر الأستاذ خالد بأن الشرعية لم تحارب وإنما حوربت وليس بيدها شيء، هي هوجمت وحوصرت ويعني لم يترك لها الفرصة لتقديم أي شيء. أيا يكن الأمر، الشرعية كان بيدها الكثير من الأوراق، كان هناك اصطفاف شعبي كبير مع الشرعية منذ
انتفاشة ميليشيا الحوثيين الأولى وحليفها صالح والانقلاب على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع. نحن في الحقيقة أمام ليس مجرد انقلاب فقط، ولكن أمام عودة للإمامة بنسختها الحوثية الفاشية الإجرامية، الإمامة بكل ما تعني من الكهنوتية والاستقواء على اليمنيين واستعبادهم وإفقارهم وتجويعهم. عودة هذه الإمامة يتطلب من اليمنيين استحضار نضالات الأجداد الذين ثاروا على الحكم الإمامي في 26 سبتمبر في الستينيات، وكان لم يكن معهم تحالف، بل على العكس، على العكس كان النظام السعودي ضد الثوار، ولم يكن حينها الناس يقاتلون من أجل شرعية سوى البحث عن الهوية اليمنية، عن الجمهورية، وبالتالي تضييق الخيارات أمام اليمنيين في البحث عن يعني أدوات فاعلة وحقيقية للانتصار على الإمامة وهزيمتها. يعني ليس الأشخاص الشرعية اليوم المرتهنين للقرار الخارجي ومسلوبي الإرادة، ليسوا قدرا حتميا لليمنيين. إذا طالما أنهم أثبتوا فشلهم فعلى اليمنيين أن يتدبروا أمرهم وأن كيف سيكون هذا التدبر أستاذ محمد؟ ما الذي بيد اليمنيين؟ المطروح على اليمنيين كلهم يعني يجب إثارة هذه الأسئلة، هذه النقاشات. أنا لست أجد وصفة سحرية، لكني أستحضر اليوم نضالات اليمنيين في ثورة 26 سبتمبر، كيف نجحوا في إسقاط الإمامة وحاربوها، وامتدت نضالاتهم لسنوات طويلة يكافحون ويناضلون من داخل الجغرافيا اليمنية. أما اليوم نتحدث عن أشخاص في خارج الجغرافيا اليمنية، وكل يوم يتلاشى حضور الدولة في الجغرافيا اليمنية، وحتى المواقع التي نفقدها ويفقدها اليمنيون بعد تضحيات جسيمة لا نجد أي موقف لهذه الشرعية تتحدث عن عزمها لاستعادة هذه المواقع. وإذا هذا يعني أننا نمضي نحو المجهول وأننا نوهم الناس ونعلقهم بالوهم. على اليمنيين أن يدركوا حقيقة أن الواقع اليوم واقع بائس جدا، وأنه الشرعية والتحالف غير جادين في إسقاط الانقلاب ومشروع الإمامة واستعادة الدولة اليمنية. كنت أشرت وأؤكد مرة أخرى اليوم الحوثي استفاد من كل إخفاقات الشرعية ومن سوء إدارة التحالف ومن خطط التحالف لتفكيك اليمن ولإنشاء كيانات موازية لمؤسسات الدولة ولتقاسم النفوذ. استفادت الميليشيا الحوثية في تطوير قدراتها العسكرية، في تثبيت مشروعها الطائفي في مناطق الكثافة السكانية. الحوثي اليوم أصبح له شكل الدولة، دولة الحوثي وليست دولة اليمنيين. هذه الدولة التي يديرها الحوثي غير معترف بها، لا يجوز التسليم لها. نعم، إذن أستاذ محمد، هي دولة الحوثي فقط، بناها على أنقاض دولة اليمنيين، وسخر كل مقدراتها لحساب مشروعه التدميري الطائفي. وعلى اليمنيين ألا يعلقوا آمالا بالأوهام، لا بالتحالف ولا بأشخاص الشرعية، بل عليهم أن يعقدوا العزم على البحث عن خيارات تفضي إلى إسقاط مشروع الإمامة بنسخته الحوثية الإجرامية، وأن يبحث الناس كلهم النخبة في الحقيقة. إذن عند هذه النقطة أستاذ محمد، من غير داعي في الحقيقة للتخوين هذه المسائل، على الجميع أن يفكر بجدية في إخراج المأزق المشروع الوطني. نعم، دعني فقط أناقش ضيفي هنا في الاستوديو حول فكرة دولة الحوثي كما أسميتها. استفاد الحوثي من فشل الشرعية، واستمعت لحديث ضيفنا الأستاذ محمد الأحمدي، هل استطاع الحوثي أن يشكل له دولة مستفيدا من كل الفشل المحيط بالشرعية؟ أعتقد أنه الفكرة هذه يمكن الحديث عنها من إطار فكرة نقطة عودة الإمامة، يعني وهذه للأسف أنه لا زال لدى كثير من مثقفينا إشكالية في هذا الأمر، على الرغم من الأحداث التي تمت من 2011 وربما ما قبل 2011 إلى الآن أثبتت أن الإمامة في حقيقة الأمر لم ترحل من اليمن، وإنما الإمامة كانت تحكم عبر عكفي الإمامة الذي هو كان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أن الإمامية
أو ما يطلق عليه بالهاشمية السياسية كانت هي من تسيطر، مثل ما تم الالتفاف على ثورة 26 سبتمبر تم الالتفاف عليها عن طريق السعودية بين تحالف الإمامة والسعودية أو الملكية والسعودية حينها، وتم تصفية الثوار ونفيهم، وتم إحضار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وإيصاله إلى السلطة والحكم عبره. الإمامية التي أنتجت المنظومة العفاشية أنتجت المنظومة الحوثية، واستخدمت المنظومة الحوثية يعني قبل 2011. لا لا، يعني لم يعش اليمنيون جمهورية حقيقية خلال الفترة. اليمنيين لا، حقيقة الأمر الجمهورية فرغت من أهدافها، فرغت من مضامينها. وأنا أقول ما يحدث الآن هي صراعات متعددة، صراعات ما بين السعودية واليمن، صراعات ما بين الجمهورية والملكية، ما بين الكهنوت والمدنية، هي صراعات متداخلة، حتى فيها بعد أيضا إقليمي، فيها بعد دولي يصارع حركة التغيير والثورة في اليمن. بعد أن تبين أن حقيقة الأمر هذه الحوثية استخدمت قبل 11 فبراير لضرب ما تبقى من جيش وطني وكان معارض للتوريث، وأنزلت فيما بعد إلى ساحة الثورة من أجل عرقلة الثورة وإجهاض ساحات الثورة، فلما فشلوا في ذلك استخدمت أيضا ميليشيات الحوثي من أجل عرقلة مؤتمر الحوار والخروج إلى اتفاق جامع لليمنيين. عندما تم فشل كل ذلك، ما يسمى بالإمامية ومن وراءها السعودية ومن وراءها قوى إقليمية، لكنه الآن استخدمت الآلة العسكرية لإجهاض الأمر. لكن أيضا في نفس الوقت التصوير أن الحوثي وتضخيم الحوثي فيما يتعلق به وبعده، يعني نحن نعرف أيضا أن الشرعية عندما تحركت أو عندما لم يتم التدخل لإيقافها رأينا كيف حدث من انتصارات. نحن نعرف أن الشرعية الآن لا تتمكن من حسم المعارك لأن هنالك فيتو أمريكي في كثير من المناطق. هي المسألة أيضا ليست مجرد قرار، المسألة أيضا هي سلاح، هي غطاء جوي. نحن نعرف أن الشرعية قصفت وقتل جنودها على مداخل عدن، قتلوا في سرواح. كيف يستطيع الحوثي أن يعني يحصد هذه الانتصارات؟ لأن هنالك من يريده. الإدارة الأمريكية التي الإدارة الأمريكية التي فرضت، وإن لم يتم الاعتراف بها علانية، لكن هناك من يدعمها حقيقة، هذه الدولة دولة الحوثي دون أدنى شك. لكن إذا شخص معين اغتصب منك شيء أو أخذ منك شيء وهنالك ناس يعترفوا به، هل معنى ذلك أن تتنازل له عن هذا الشيء؟ الأمر الآخر فيما يتعلق الدولة ليس بفكرة أني الأشكال. الحوثية هي ميليشيات ولا يمكن أن تتجاوز هذا الإطار، لأن فكرة الدولة هي منظومة من القيم والحقوق. علينا أن نفهم أن الجمهورية ليست فقط عبارة نظام للحكم السياسي، وإنما هي مجموعة من القيم، المجموعة من قيم الحرية والديمقراطية والوقوف ضد الكهنوت والجهل. فالحديث الآن بكل هذا الاستخفاف أن الحوثية تحولت إلى دولة وعلينا أن نسلم لها وأن نتخلى عن الجمهورية، معنى ذلك لماذا كان كل هذا التنظير السابق؟ لماذا كانت كل هذه الحرب؟ القضية إذن عند هذه النقطة أستاذ محمد، يعني هناك تضخيم كما يجد الأستاذ خالد للحوثي ولما يقوم به، في نهاية الأمر هو مجرد ميليشيا يعني يعيد نمط الإمامة بصورة أخرى، هذه الإمامة التي لم تغيب عنها. لا، هو يريد، هي ميليشيا تعمل لعودة النظام السابق لأنها تعرف أن هذه الميليشيات ليس بمقدورها أن تحكم بنفسها، هي دخلت في ثارات مع كل اليمنيين. ندع الفرصة وبالتالي لا، بس حتى يكون فكرتي واضحة. تفضل استاذ محمد. الحقيقة أنه نحن متفقون تماما على أن الحوثية الإمامة هي عدو اليمنيين، ولا يمكن أن يطالب أحد بالتوقف عن معركة النضال ضد هذه الفكرة. هذه فكرة عنصرية لا يمكن القبول بها. مشروع الحوثي مشروع عدمي لا يمكن التسليم به. لو لم يبقى في اليمن إلا إنسان واحد لمناهضة هذه الفكرة لكان على الحق. الحقيقة أنه هناك أنظمة اليوم في المنطقة تشبه الحوثية، والإمارات دولة لكنها دولة من غير قيم كما قال الأستاذ خالد، من غير حقوق إنسان، من غير كرامة، هي عصابة تحكم هذا البلد. وبالتالي نتحدث ليس عن مشروعية دولة، لكن نتحدث عن شكل دولة نجحت الميليشيا الحوثية في بنائها
بمقاساتها هي، بفكرها، بفرضها في الواقع. وألا تجد أن هذا الشكل أستاذ محمد قد يقبل به المجتمع الدولي، خاصة وهناك أحاديث تدور حول اتفاقات أن يتم إيقاف الحرب والقبول بالوضع كما هو عليه الآن؟ الحقيقة أولا نتحدث عن هذا الواقع من أجل أن يتهيأ اليمنيون لخوض معركة على هذا الأساس، بمعنى أنه لا يجوز تسويق الوهم عندما نتحدث عن واقع معين ليس معناها التسليم بهذا الواقع على الإطلاق، ولكن أيضا هو دعوة لإعادة النظر في أدوات الصراع وبالتالي وصولا إلى الانتصار على هذه الميليشيا وعلى مشروعها التدميري العنصري. ما يتعلق بالميليشيا الحوثية أيضا اتفق أنه مع الأستاذ خالد أن هي مجرد أداة من أولا من أدوات الهيمنة الأمريكية لاستغلال الأقليات في السيطرة على البلدان الضعيفة لضمان إدامة الصراع وارتهان كل الأطراف للهيمنة الأمريكية من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت الحوثية هي أداة الثورات المضادة لضرب ووأد طموحات اليمنيين في تصحيح مسار الجمهورية اليمنية التي عمل فعلا نظام صالح على تسخيرها لخدمة المشروع الإمامي على مدى الثلاثة عقود من حكمه، وبالتالي الحوثيون هم أداة كانت إقليمية في إطار الثورات المضادة لضرب ثورة الربيع السلمية في اليمن، وهي في نفس الوقت أيضا أداة للهيمنة الأمريكية من ناحية لما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على الإرهاب باعتبار أنها جماعة طائفية دينية يمكن استخدامها ككلاب حراسة تحت هاجس الحرب على الإرهاب في نفس الوقت، وهذا الأمر شاهدناه أيضا صحوات في العراق من الشيعة أو ميليشيات شيعية استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب الكتل السكانية السنية، وبالتالي هي في الحقيقة أداة لأكثر من مشروع، وفي نفس الوقت هذا يزيد من تعقيد المسألة اليمنية أكثر، ويدعو على وجه السرعة جميع القوى السياسية والنخب للتفكير في إيجاد حلول حقيقية وواضحة للسير في طريق النضال. الميليشيا الحوثية ليست قدر اليمنيين ولا يجوز السكوت أو الرضا بمشروعها التدميري في البلاد، بل على العكس اليوم الجميع يحيي نضالات الجيش الوطني وبطولاته في مقاومة هذا المشروع وغطرسته، وأنا أعتقد وقلت هذا مرارا أن المقاومة الشعبية ضد الحوثيين هي أسمى معاني النضال من أجل الحقوق والحريات، لأنه نضال ضد محاولة استعباد اليمنيين وضد فكرة عنصرية تحاول استعباد اليمنيين وإذلالهم، وبموجب مزعوم استطاع حق إلهي وبموجب يعني مزعوم أنهم غير اليمنيين. وفي الحقيقة سلوك الميليشيا الحوثية اليوم يظهر أن هذه الميليشيا أساسا لا تموت لليمنيين بصلة، وهي تستخدم المجتمع وقود لحربها ولمشروعها التدميري. شكرا جزيلا لك محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. عودة إليك أستاذ خالد. دائما ما يصرح المبعوث الأممي والدول الكبرى بضرورة إيقاف هذه الحرب والذهاب نحو سلام، برأيك هل إذا ما تم إيقاف الحرب بالوضع الحالي هل فعلا هو ذهاب إلى سلام؟ يعني أول شيء أعلق على مسألة قضية هل المجتمع الدولي المخاوف هل سيعترف بالحوثيين أو لا، وكأن المجتمع الدولي لم يتعامل مع الحوثيين. المبعوث الدولي الذي يتعامل مع الشرعية على أنها طرف مساوي لميليشيات الحوثي ويتعامل معها طرف، وحتى يعني حتى توصيف التمرد لم يعد يستخدم، والسفراء تعاملت هذا كله تعامل، لكن هي القضية الرئيسية متعلقة بنا نحن المجتمع الدولي، هو يريد أن نصل إلى هذه القناعات أن هذولا أصبح لديهم شكل الدولة، وعلينا أن نعترف بأنهم أصبح لديهم شكل الدولة، فعلينا أن نتعامل معهم دولة، وثم بعدين ما فيش مانع نقول هم فاشيين على أساس أنهم قبيحين. هم الذي يريدوا أولا أن تعترف أنهم قد أصبحوا دولة، لأنك إذا سلمت بأنهم قد أصبحوا دولة بعدين حتتجادلوا هم فاشيين ولا هم نازيين، فاشيتهم حلوة ولا مش حلوة. علينا أن نفهم ما الذي نقاد إليه، ما الذي نسحب إليه. يعني بشكل معين شخص
استولى على بنك وعين من عصابته مدير للبنك، وبدأ بعض الناس يتعاملوا مع هذا البنك يودعوا ويصرفوا، أصبح عنده مشروعية. علينا أن نفهم فكرة المشروعية بشكلها الأعمق، لأنه هذا ما يراد فرضه، هذا ما يراد. المجتمع الدولي لن يأتي بقرار يتحدى إرادة الناس، لكن إذا بدأ الناشطين يتعاملوا معها على هذا الأساس في الأخير حيقول لك هذا خيار. يعني إذن يعني من في الداخل ربما أو من تحت سلطة الحوثي يعني بحكم أنهم محكومون بالحديد والنار كما يقال لا يستطيعون التعبير عن رفضهم لهذا الوجود، وهم محكومون بالقوة عن طريق الحوثي. الشرعية لا تستطيع أن تقاوم. نحن من نحن في الخارج إن قلنا حرب قالوا أنتم منعمون في الخارج وتدعوا للحرب، إن قلنا سلام قالوا ما لا تعلمون ما الذي نعانيه في تحت ضغط الحوثي. إذن يعني ما هل سنظل على هذا الحال؟ هل ننتظر 5 سنوات أخرى حتى نقول؟ يا سيدتي الكريمة، الصراع يجب أن يقرأ على ضوء أنه صراع ما بين الثورة والثورة المضادة، ما بين الحرية والاستبداد، ما بين الاستقلال والسيادة والوصاية. الاستقلال والسيادة بمعناها الأبعد، ليس فقط الاستقلال عن الهيمنة. نحن نعرف أنه عندما حدث الثورات الربيع بشكل عام في الدول العربية تدخلت القوى الاستعمارية التي كانت تخدم هذه الأنظمة المستبدة عن طريق أدواتها الإقليمية، فتحت الخزائن لكي تحارب. هل تعتقد أن السعودية والإمارات تحاربنا الآن فقط لأنها الثورة والحرية والديمقراطية مش عاجبها، أم لأنها تحارب لأن هنالك أيضا قوى دولية لا تريد هذا التغيير الحقيقي، لا تريد استقلال حقيقي؟ نحن خدعنا في السابق أننا حصلنا على استقلالات وحصلنا على جمهوريات، وأعطينا من الجمهوريات والاستقلالات العلم والنشيط الوطني ومجموعة أهداف نعلقها كترويسات للصحف، بينما فرغ كل هذا الأمر. هنالك نوع من تقاطع المصالح ما بين العصابات التي تحكم دول الجوار وما بين المافيا الدولية. أنا في بعدي الشخصي لا أرى أن هذا التضخيم للحوثي لكي يحكم، وإنما أرى أن هذا التضخيم للحوثي والتخويف منه لكي نرضى بما ثرنا عليه لأن يعود. وهذا اللي واضح من إعادة إنتاج ميليشيات عائلية، ميليشيات طارق عفاش وتضخيمها وتصويرها وتصوير حمادة عفاش بأنهم هم المنقذين والمخلصين، ورفع اسطوانة آسفين يا فرعون لأن احنا ثرنا عليك ارجع احكمنا. يعني السيناريو الذي يطبق في اليمن هو الذي يطبق في مصر، وهو الذي يطبق في ليبيا، وهو الذي يراد أن يطبق في تونس يعني وفي سوريا، وكل بلد بصيغة مختلفة. المشكلة ليست في من وراء الثورات المضادة ولا في وراء هذه القوى الاستعمارية، لأن هذه مشروعها وهذا ما تريده. المشكلة الآن فينا الذين تماهينا مع هذا الأمر. لم تجبني حتى الآن. ما الذي يجب فعله؟ 5 سنوات ونحن نعيد ونزيد في نفس الدائرة، وكأننا جمل معصرة كما يقال. يعني هل التخلص من هذه هو أحد الحلول؟ هل البقاء الوضع على ما هو عليه والتعويل على معركة وصفتها بداية الحلقة بأنها وهمية؟ ما الذي يمكن أن نقوم به؟ بقاء هادي أو ذهابه، وإنما ذهاب هادي لحساب من وبقاء هادي لحساب من؟ هل الآن بمقدور من يدعون الآن للإنقلاب على الشرعية باسم مجلس عسكري إنتاج سلطة بديلة؟ الأمر الآخر، إذا كنا نحن ثرنا من أجل دولة مدنية ثم نتحول الآن كثوار إلى دعاة للإتيان بمجلس عسكري ليحكم، ما الذي عملنا؟ ما هو قد كان علي عبد الله صالح رجل عسكري. طيب ما هو الحل من وجهة نظرك؟ ما هو الحل من وجهة نظرك؟ الحل من أننا أن نفهم أننا في معركة كبيرة لا نخوضها فقط على النظام الذي ثرنا عليه، وإنما على القوى التي كانت مستفيدة منه والتي أرادت أن تتعاطى مع الثورة. يعني هذا يعني هذا حديث كما يقال لا يؤكل العيش. يعني أدي لي حل يعني على أرض الواقع. الحوثي هو موجود على أرض الواقع. الشرعية مختطفة أو مستمتعة بهذا الاختطاف ومتواطئة وساكتة. الجيش الوطني غير مدعوم ويقصف ويقتل. لا أريد أن أخوض في مسألة الشرعية، لأنه الشرعية كفيلة بالدفاع عنها، ولو فتحت باب الأخطاء سأقول فيها ما لم يقل مالك في الخمر. لكنني أنا ضد توظيف الهجوم على الشرعية من أجل ضرب فكرة الثورة، مثل ما كان يتم إسقاط المدن. نضرب الإصلاح في عمران ويتم إسقاط الدولة، نضرب الإصلاح في صنعاء ويتم إسقاط الدولة، نضرب الإصلاح في عدن ويتم إسقاط الدولة، الآن نضرب الإصلاح في مأرب ويتم إسقاط الدولة.
نفس الآن للأسف الذي كانوا متنبهين لإسطوانة نضرب الإصلاح، الآن وقعوا في فخ نضرب الشرعية من أجل نستعيد الجمهورية. بمن نسكت عن الشرعية؟ عندما ندخل اليمن في مرحلة من اللاشرعية، لأن إحنا وسط البحر، هذا الشرعية تخيلها كمركب صدئ يعني سيء ضعيف، ولكنك وسط البحر تقوم تغرقه عشان تغرق لحساب من؟ لحساب لهذه الميليشيات. ثم بعدين نتقاتل. أليست الشرعية وصفتها في بداية الحلقة بأنها ليست أشخاص، هي شرعيتي أنا صح. وأنت شرعية الناس هؤلاء. ما احناش مختلفين، لكن هنالك تمثيل معين. هل بإمكانك الآن وكل من يطرحون فكرة الآن التمرد على الشرعية إنتاج سلطة يتوافق عليها القوى السياسية؟ أنا بالنسبة لي أرى هي سلطة عبد ربه، هذه سلطة التوافق السياسي ليست سلطة التوافق الوطني. هل في الآن الإمكان جمع القوى السياسية التي توافقت لإنتاج شرعية عبد ربه هذه، هل بالإمكان جمعها لإنتاج شرعية بديلة؟ السؤال ليس فقط هو الأمر الآخر قضية الزمن. سيدنا نوح جلس 950 سنة يكافح، 950 سنة وهو نبي يعني، وهو يقاوم. في الأخير ما آمن به إلا بعض الناس، وحتى ابنه كفر وعصى. فأنت بأي مقاييس؟ إذن هل القضية أنها متعلقة بالقيم الذي نؤمنها؟ نحن نؤمن بالحرية، بحقنا بالحرية، بالكرامة، بالديمقراطية، أم أن إحنا ما استطعناش نحصل على حقوقنا خلال فترة زمنية؟ إذن خلاص نسلم وننبطح، مش فوق ذلك، ونتخلى حتى عن شكل الجمهورية، ونتخلى عن ما تبقى من شكل الدولة. لماذا كانت الحرب؟ نعم، إذن دعني أسأل هذه الأسئلة ضيفي عبر الهاتف دكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث. مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير والفضل الكريش. إذن أتمنى أنك استمعت قليلا لحديث الأستاذ خالد، وهو يتحدث عن أن علينا ألا نهاجم هذه الشرعية على أخطائها وعيوبها، يعني فيها أخطاء وفيها عيوب، ولكن علينا أن ننتفها، يعني نوصف المسؤوليات، من المسؤول، لا نأتي بشخص مكبل ومقيد. نعم، إذن يعني يجد الأستاذ وليس لدينا من إمكانية الدولة ولا المال، وكل شيء بيد النظام السابق، يجد الأستاذ خالد بأن الشرعية لا يد لها في كل ما يحصل، وهي السعودية من أرادت هذا المشهد بهذا الشكل، وعلينا ألا نيأس ونسلم بالأمر كما هو عليه. مرأة طبعا نحن لن نيأس، نحن يعني ككتاب، وفي الأول والأخير نحن أبناء البلد، وبالتالي سنقف إلى جانب بلدنا وإلى جانب الشعب اليمني، وهذا ما ينبغي على كل وطني خيور على وطنه، أن يقف إلى جانب الشعب مهما كانت الظروف والتحديات. أما بالنسبة لسؤالك حول الحكومة اليمنية، هذه الحكومة وضعت كل بيضها في سلة التحالف العربي، وهي الشرعية الدستورية للبلاد والممثل الشرعي للشعب اليمني والوحيد، والعالم يعترف بهذه الشرعية، وعليه أن تتحمل يعني المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية والشرعية تجاه الشعب وتجاه المواطن اليمني. لماذا لا تصارح الشعب؟ عندما أنا يعني وافق الأستاذ خالد فيما يقوله، ولكن ليس بشكل كامل. عند التحالف العربي نعم هو أراد أن نصل إلى هذا الوضع المدري، ما يحصل اليوم في الجوف وفي المناطق الأخرى، نعم هذه المناطق خارج سيطرة الشرعية تماما، هناك من لا يريد هذه الدولة أن تنتصر، ولكن لماذا هذه الشرعية بهذا الصمود وبهذا الخذلان يعني، ولا تستطيع أن توضح الحقائق للشعب؟ إذا رئيس الدولة يعني محتجز داخل العاصمة السعودية الرياض لمدة 5 سنوات، ونحن نقول سنقف إلى جانب شرعية الرئيس عبد الرب المنصور، هذا نوع من العبث. عندما نتحدث هذا نوع من العبث، ينبغي أن نبحث عن حلول. لماذا لا يشكل مجلس عسكري داخل هذه الأراضي تحت وزارة سيادة الدفاع؟ لماذا لا يشكل هناك مقاومة شعبية لمساندة هذا المجلس العسكري تحت إطار سيادة الأركان؟ إذا أظلينا نهاجم التحالف العربي ونهاجم الشرعية اليمنية، معنى ذلك أن الطرف الآخر هو الذي سيتمكن على الأرض عسكريا وقد ربما سياسيا. إذن عندما نتكلم عن الشرعية نتكلم عن أخطاء هذه الشرعية. نحن لا نهاجم الشرعية عن عدد، نحن مع شرعية البلاد ومع الدولة، وندافع عن هذه الشرعية ونقف إلى جانب هذه الشرعية، ولكن أين هي الشرعية؟ أين هو رئيس الجمهورية؟ أين هو رئيس مجلس النواب؟ أين هو رئيس مجلس الوزراء؟ هؤلاء يمثلون البلاد، العالم كله. تخيل أن السفير الروسي قال لأحد الوزراء في الحكومة اليمنية: نحن معكم، أين أنتم؟ أين هي الدولة؟ نريد أن نساعدكم، لكنكم لم تتحركوا على الأرض لا عسكريا ولا سياسيا ولا شيء. يعني يجد الأستاذ خالد أنه لم يترك لها الفرصة، لم يعني حوربت عمليا، هي
لم تتمكن من أن تحارب، هي حوربت والسعودية اختطفت هذا المشروع وأرادت السيطرة بهذا الشكل. طيب إلى متى يعني؟ نعم نحن لا ننكر بأن هناك من لا يريد هذه الشرعية أن تنتصر، نعم بأن هناك مؤامرة، نعم بأن هناك مخطط لتفكيك البلد على أسس يعني على إلى لتقسيم البلد إلى كنسلة متناحرة على أسس جهوية ومناطقية وأيضا مذهبية، لا ننكر ذلك، ولكن لماذا لا تتحرك هذه الشرعية عندما يقول بأن عندما نقول بأن هذه الشرعية لم يسمح لها؟ طيب يا أخي أنت ممثل للبلاد، لماذا لا تصارح الأشقاء في دول الخليج؟ لماذا لا تتكلم مع المجتمع الدولي؟ لماذا لا تتكلم مع الأمم المتحدة؟ لماذا لا تبحث عن حلفاء إقليميين ودوليين؟ أنت عليك أن تبحث، ما دمت وأنت في أماكن في مكان صنع القرار، عليك أن تبحث وعليك أن تصارع الشعب. تخيلي أن مجلس النواب لم يعق يعني عقد جلسة العام الماضي في سيئون ثم انصرفوا إلى العواصم الأجنبية. أين هي الشرعية في اليمن؟ يريد هذه الشرعية أن تعود إلى الأرض. إذا كنا نخاف على رئيس الجمهورية ألا تطال يد الغدر، إذا لماذا هو يقبل بهذا المنصب؟ على أن يتواجد على الأرض وأن يقبل التحديات، ومهما حصل له من شيء سواء كان قتل أو اغتيال أو ما شابه ذلك، ورئيس الدولة إذا ظل رئيس الدولة يخاف ويستقر داخل وضع يعني داخل مكان في الرياض والحكومة المغيبة تماما عن المشهد العسكري عن الواقع، معنى ذلك على أن تتحمل الشرعية كل تبعات ما يحصل على الأرض. أين هي الشرعية؟ أين هي الدولة؟ أين هي مؤسسات الدولة؟ عندما نقول نعم هذه الشرعية محاربة ولكنها لم تقم بالحد الأدنى مما يجب عليها أن تقوم به وأن تعمل به داخل البلاد فككت الآن. هناك ميليشيات، لماذا سمحت؟ لو جئنا ننظر إلى ما يسمى ميليشيات المجلس الانتقالي، عبد ربنا من شرع لهذه الميليشيات، وحسين محمد عرب هو من عقد اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة. نعم، إذن سأنقل هذه الأفكار لضيفي وهو يستمع إليها. شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيلة الكاتب والباحث. إذن لا يعني حين نهاجم الشرعية بأننا ضد شرعية الدولة وبأننا ننتصر للحوثي. يتحدث الدكتور عادل بأنه لما لم تتحرك، لما لم تتخذ موقف، لما لم تبحث عن المجتمع الدولي، لما تبحث عن حلفاء آخرين، يعني يخافون على أنفسهم وأهدروا البلاد. هذا يعني رضوا أنهم يكونوا في هذا الموقع من المسؤولية، فعليهم أن يتحملوا تبعات ذلك. أنا المهاجمة الشرعية وانتقادها وحتى محاكمتها، يعني تأتي دولة وثم نضع عبد ربه هذه في قفص الاتهام والمساءلة والمحاكمة. احنا ما خرجناش إلا من أجل وجود دولة لديها قدرة على المساءلة والمحاسبة، وهذه قضية مختلفة عن قضية إن احنا نجعل من الأخطاء ذريعة لتقويض ما تبقى من فكرة الشرعية، من فكرة الدولة اليمنية. ما أتحدث عن شيء مختلف، ليس فكرة الانتقاد للأخطاء. وفي نفس الوقت كما ذكرت أنا لا أريد أن أضع نفسي في موضع المتحدث عن الشرعية، لأنه هذه الشرعية يفترض أن تأتوا من يحضرها ويتحدث عنها إذا كانت هذه الفكرة، لكن أنا أضع نفسي في موضع من يقيم الأمور وفق المعايير التي يفترض أن تقيم. عندما أجد شخص ضعيف مجرد من الإمكانيات، مخذول من المجتمع الدولي، مخذول من حتى من داخل القوى المحلية، نحن وجدنا المثقفين الليبراليين دعاة المدنية دعاة الحداثة يتسابقون ليرتموا في أحضان السعودية والإمارات وفي أحضان العمالة. نتخيل هذا المشهد. الأمر الآخر ممكن أنا أقول بزاوية أخرى، وجدنا وزراء، وجدنا قادة، وجدنا محافظين يتحدثون ويتكلمون من عبث الإمارات والسعودية، ووجدنا مذكرات توجه لمجلس الأمن. لماذا لا نعتبر هذا أيضا خطاب الشرعية؟ لماذا علينا أن نقوض ما تبقى من فكرة الدولة؟ إذا هنالك فرصة لمحاكمة عبد ربه هادي دون أن تستفيد ميليشيات الإنقلاب والثورة المضادة، أنا أول واحد ممكن يروح كمان يزيد يشتغل على رفع القضية ضده. لكن علينا ألا نقع في الفخ مرة أخرى كما وقعنا فيه في السابق، ونجد أنفسنا أننا ندمر هذا المركب الذي متبقي، نخرمه ونغرق جميعا، ونحن نظن أننا نحاسب هذه الشرعية. حتى الحساب له أوقات معينة، نحن في وضع استثنائي. أنا كل ما أقول لكل الناس علينا أن نحاكم هذه الشرعية بالمعايير. هل هي سلطة جاءت بوضع طبيعي؟ إذا كان هنالك ناس يعفوا النظام السابق وهو حكم بأوضاع طبيعية وعلى 30 سنة من كل الجرائم الذي ارتكبها. الأمر الآخر، إذا سلمنا بهذا المنطق سنقول لكم هناك ناس يقولون الثورة هي اللي حكمت، هذه أخطاءكم، هذا هو حكم الثورة. هل حكمت الثورة؟ هل تمكنت الثورة؟ ناس يقول الإصلاح هو الذي حكم. القضية الرئيسية، هل حكم
فعلا عبد ربه هادي؟ هل المطلوب منه انه خلاص يروح يسلم لحمادة عفاش وطارق عفاش عشان يريحنا؟ هل المطلوب منه انه يبصب للامارات والسعودية على ما تريد وحيعظموا زي ما عظموا علي عبد الله صالح، زي ما عظموا بحاح لما راح يوقع لهم على بيع جزيرة سوق قطرة؟ احنا نعرف انه مسؤولين الذين ارتبطوا بالاجندات الخارجية وتماهوا معها لأنهم عملاء، سمح لهم بأن يتواجدوا في عدن ويتحركوا وحتى يرفعوا أعلام الجمهورية. ونحن نعرف أن عبد ربه هادي الآن الذي لم يعجبنا لأنه لم يتماهى مع هذه الأجندات، منعت طائرته من الهبوط، ضربت قواته. إذا هو يقاوم في وجهة نظري، وربما أكون مخطئ، يقاوم في حدود ما بيده من قدرة وإمكانيات. لا ندري ما الذي يدور بينه وبين المجتمع الدولي، لا ندري ما يحدث، لكن هو الذي أنا أفهمه أنه ليس مفسبك وليس ثائر، هو سياسي، عليه أن يدرك ما بيده من أدوات قوة ويدرك أنه واقع. ربما ينتظر لحظة تاريخية، ربما يعني. وبنفس الوقت لا ندري مدى التزام الشرعية بمدى جدية هذه المعركة وإيمانها بها باستقلال القرار أيضا. كل الأحوال الشرعية هذه لو فرضنا أي أسوأ احتمالات، لو فرضنا عبد ربه هذا في نهاية المطاف طلع خائن مثل من سبقه، خلاص انتهت معركتنا. انتهى، نسلم لميليشيات الحوثي بكل ما تتبنى، نسلم للنظام السابق بكل سوءه. هي معركة من أجل الحرية والكرامة، معركة سقطت من أجلها دماء. يعني نحن نعرف هنالك مؤامرات تعدد الأجندات، ويجب أيضا ألا نقف فقط أمام يعني محطة عبد ربه منصور دون هادي. دون الآن بقول أي واحد يجي يناقشني أقول له كيف يمكن أن تنتج بديل عن عبد ربه هادي بدون أن يكون هذا الأمر لحساب هذه الميليشيات؟ هذا سؤال يحتاج حلقة أخرى أستاذ خالد لك للأسف. أما الدعوة إذا سلمنا بهذه الطريقة، إذا خلاص تعاملوا مع المجلس الانتقالي في عدن. ما هو انقلب، ما المجلس الانتقالي انقلب على الشرعية للأسف شديد بنفس الدراع. لماذا تقفوا ضده إذا هو الأمر بهذا الكيفية؟ نعم، إذا يعني كان بدنا أن يكون لدينا متسع أكثر من الوقت لمناقشة الكثير من الأفكار. شكرا جزيلا لك المحامي والمحلل السياسي خالد الأنسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.